جندي نائب وزير الإعلام اليمني سيد عبد الجندي، أما حان لعلي أن يتنحى والتحركات في مجلس الأمن بدأت تعد أيامه الأخيرة في الحكم؟ والله أنت قلت بأن ما يطرح من قبل المعارضة ليس جديدا، وبالتالي فإن الرئيس علي عبد الله صالح أكد وبما لا يدع مجالا للشك إنه جاهز لتطبيق المبادرة الخليجية، ولكن عبر انتخابات مبكرة، وبالتالي عبر آلية تنفيذية تحدد مهامه ومهام أحزاب اللقاء المشترك. طب ليه وقع عليها أولا؟ هذا موضوع آخر، يعني لماذا؟ موضوع يعني لابد أن تكون هناك آلية، لأنه نحن لا نريد يعني اختلاف في المفاهيم، هم يفهموا بأن المبادرة هي استقالة الرئيس والمشاركة بالحكومة. لا، الحديث عن انتخابات مبكرة سيد عبد الجندي، الحديث عن انتخابات مبكرة قبل التوقيع على المبادرة الخليجية يعني شرعنة التوريث، لأن الجميع يتحدث عن إعداد ابنه لهذه الانتخابات. ما ردك؟ لن يرشح فيها لا الرئيس ولا ابنه ولا حد. إذا لماذا فعلا تكلمنا عنها في الماضي؟ علي محسن طب ليه وقع إذا؟ اليوم التصريح علي محسن فيه نوع من الهستيريا، لأن الانتخابات كانت يعني اللجان التي أجرتها كانت من المشترك النصف ومن المؤتمر النصف، لماذا وقعوا على المحاضر التي تم الإعلان عنها للعالم؟ ولماذا قبلوا بالرقابة الدولية؟ ولماذا اللجنة العليا أعلنت بالإجماع النتيجة النهائية؟ علي محسن أصبح فعلا يكذب كذبات لا تحتمل، كما كذب في حق 13 يناير وقال إن علي عبد الله صالح وراءها، لأنه سيد عبد الجندي قال بأن علي عبد الله صالح هو الذي قتل. هذه هستيريا بالتأكيد، وليست في عقلانية ولا هي موضوعية ولا هو يعني فقد حتى المصداقية، لأنه زور الانتخابات من قبل نتائج الانتخابات كما يقول خصومه السياسيون، وأحد أعمدة أحد سيد عبد الجندي لو سمحت، أحد أعمدة الرئيس السابقين اللواء علي محسن الأحمر يقول بأن الفائز في انتخابات الرئاسة لعام 2006 كان مرشح المعارضة فيصل بن شملان وليس الرئيس علي عبد الله صالح، هذا أحد أركان وأعمدة الرئيس سابقا. جائز بالانتخابات علي عبد الله صالح حصل على 4 مليون ناخب، في حين حصل بشملان على 1 مليون وما يقرب يعني من 200,000، وهؤلاء هم الذين يظهروا الآن بالشوارع. لماذا لا يريد يدخل الانتخابات إذا كانوا صادقين وتأتي إشراف دولي مرة ثانية؟ شكرا علي محسن، لأنه شايف نفسه لو اتفقت الأحزاب ضايع في المعادلة سيبحثوا عن أخطاء في الماضي لا وجود لها. الانتخابات أشهد بها تقرير الاتحاد الأوروبي، وأشهد فيها المعهد الديمقراطي الأمريكي، وأشهدت فيها منظمة الهيفس، وأشهدت فيها كل الدول المانحة والمؤيدة للديمقراطية. لماذا نعود فعلا للبحث عن قضايا خلافية غير موجودة ونفذتها لجان مشتركة بواقع النصف من المشترك والنصف من المؤتمر؟ لماذا وقعت يعني ممثلوهم على هذا؟ ولماذا وقعوا المندوبين على النتائج وهي موجوده في ارشيف اللجنه العليا للانتخابات؟ شكرا جزيلا لك عبد الجندي نائب وزير الاعلام اليمني، كنت معنا من صنعاء.